قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المصانع المتخصصة لصناعة المواد المعقمة والمطهرة بمدينة سلمان الصناعية بالحد بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة. خلال الجولة التفقدية اطلع وزير الصناعة والتجارة والسياحة على آخر مستجدات الطاقة الإنتاجية لعدد من مصانع المواد المعقمة والمطهرة في مملكة البحرين، وعبر عن فخره واعتزازه بمثل هذه المصانع القائمة في المملكة في ظل هذا الظرف العالمي الاستثنائي لفيروس كورونا المستجد لتلبية حاجات جميع مواطني ومقيمي مملكة البحرين دون استثناء. سعدنا اليوم بزيارة عدة منشآت صناعية في مملكة البحرين قامت بتحويل وتسخير طاقاتها الإنتاجية للتصدي والمساهمة في التصدي لفيروس كورونا. نحن الآن موجودين بمصنع ويست بوينت هوم في منطقة جنوب ألبا الصناعية، وهو مصنع حول طاقة الإنتاجية للمفارش إلى إنتاج الكمامات، ووصل إلى طاقة إنتاجية الآن حوالي 150 ألف كمامة في الأسبوع، وسوف بدأت تنزل في أسواق مملكة البحرين. نشكرهم على هذا الإجراء اللي أخذوه وعلى تحملهم قدر كبير من المسؤولية الاجتماعية. كما نشكر المصانع الأخرى اللي زرناها في إعداد المطهرات والمنظفات، ونتمنى من المؤسسات الصناعية الأخرى أن يحذوا نفس الحذو في هذا الظرف الراهن، بحيث أنهم يساهمون بما يقدرون عليه في مكافحة هذا الفيروس الذي تتعرض له البلاد والعالم بأسره. وزير الصناعة والتجارة والسياحة قام بالاطلاع على خطوط الإنتاج التي يتم تصنيعها، وهي السائل المطهر بمختلف أحجامه وقسل اليد والجسم والصابون ومستحضرات التنظيف وصناعة الكمامات. احنا متخصصين في كل المطهرات الطبية والمعقمات، سواء كانت لغرف العمليات، للأدوات الجراحية، للمناظير، لعيادات الأسنان. لكن طبعا في الفترة الأخيرة ومع أزمة انتشار فيروس كورونا اهتمينا بإنتاج المعقم اليدين ومعقم الأسطح. إنتاجنا هالشهر بيكون على الماسكات. الماسكات طبعا بتمر بعدة مراحل، وقبل لا تمر بهاي المراحل بس حبيت أقول نقطة أن نراعي الجودة في إنتاج الفابريك نفسه. يعني بعدين نمر أول مرحلة بيكون التقطيع، يعني قطعة بيكون سايزات 3 سايز. تقريبا عندنا 20 بنية بحرينية، احنا عندنا عدد أكثر، بس للوضع الحالي اخترنا عدد معين عن لا يتكدسون كثير، يعني ما يبقى عمالة زيادة. أهم وظيفة عندنا كقسم صحة وسلامة مهنية أن نوفر حق الموظفين البيئة الصحية أو المناسبة للعمل، بحيث أنهم يؤدون عملهم على أكمل وجه دون الوقوع في أي حوادث أو التعرض لأي أخطار أثناء العمل، نوفر لهم الاشتراطات الدولية. هذا ووجه وزير الصناعة والتجارة والسياحة المصنعين لزيادة الطاقة الإنتاجية ليتمكن من تلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الفترة الحالية، وأعرب سعادته عن تقدير الحكومة الموقرة لكافة الجهود والخطوات التي يقوم بها المستثمرون في القطاع الصناعي والتجاري، والتي من شأنها تعزيز الواقع الذي نعيشه الآن، لافتا إلى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الدعم والمساندة لتعزيز عمل الشركات وتطويرها لما يصب في صالح الوطن والمواطنين. منتوجات عالمية ذات جودة عالية تصنع في مملكة البحرين، ومصانع تكثف خط إنتاجها نظرا لحاجة المستهلك لها بصورة مستمرة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.